بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاق جديد من انطلاقات الخير والبركة على أرضية هذا الميدان. ينطلق ثالث أشواط هذا الصباح وأول أشواط الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين لأبدى وأسير مع المركز الأول ومع الصدارة. من يتقدم ويتصدر ويسير على المركز الأول، الوسم الوسم الوسمي لناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي، يتقدم بصدارة الشوط وبمقدمة الأداء، بينما المركز الثاني فوصل معاند يقدم حمد بن عمران بن راشد بن حمودي الكتبي. نقلتنا إلى المركز الثالث، هناك مروح بشعار مصبح بن سيف بن جاسب المسافر، ينتقل إلى المركز الرابع ورابع المراكز هنا في هذه الانطلاقة والتحدي الجميل من خلال هذا التواجد هنا مع هذه الانطلاقة. هذا النادر الواصل للدكتور سعيد بن سالم الشيخ ياتي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس فوصل في وتحرك الصارم يقدم جابر بن صالح بن محمد بن نصره العامري. أما سادس المراكز هجام لعلي بن محمد بن سعيد الناصري، بينما المركز السابع فوصل وتحرك الطاقي لسهيل بن سالم بن حمرور العامري، بينما هملول يتواجد لسالم بن سعيد بن سعيد العامري. انتقل واتحول الى المركز التاسع في هذه الانطلاقة الجميلة، ويصل على المركز التاسع المضيف بشعار مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، يتواصل بالأداء الكبير باحثا عن الهاتريك في هذا الصباح. انتقل وتحول الى المركز العاشر، فمن اجد هناك على عاشر المراكز القدوم من ايضا السيل الجارف الذي بدأ يطم على المركز العاشر، وهنا سلهود لسالمين بن محمد بن سالمين العامري. هذه هي النتيجة، هذه هي النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة والباحثة عن الفوز عن الانتصار. لكن الوسمية يتقدم على المركز الأول، يتقدم بشعار ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي، يتقدم بو ناصر وعذاب القلب من شيء نشوفه كما يقال. دائما عندما يتقدم هذا الشعار والوسمية وسلالة الوسمية والسلال العريقة الأصيلة والكبيرة تتقدم برفقة الشعار العيناوي، على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط بإدارة وتضمير من سعيد بن محمد العويسي، يتابع أيضا بلمساته ومتابعته. بينما انتقل إلى المركز الثاني وأتحول إلى ثاني المراكز ليجد القدوم من هذا الشعار الذي بدأ يتحرك من معاند يقدم حمد بن عمران بن راشد الكتبية. لكن وصل الدكتور، وصل دكتورنا، وصل مع النادر الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، يتقدم مع النادر على الكاد
النادر العلوي يتحرك هنا مع النادر ويقدم بهذا المستوى ليتحرك على المركز الثاني، يغير مباشرة. نتأخر لنشاهد السيل الجارف الذي بدأ يجرف هنا ويسير من خلال تواجد هذه الأسماء الجميلة. هذا مروح يا مروح يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع، يقدم مصبح بن سيف بن شاسب المسافري المركز هنا القادم، مركزنا الخامس مع انطلاقة الصارم لجابر بن صالح بن محمد بن نصره العامري. انتقل الى سادس المراكز والقدوم هناك من المضيف، المضيف 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 يتحرك هنا ويقدمه مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. يتحرك بقوة هذا الشعار وبصرامته وبأدائه وبقوة مضمر له علي بن سعيد الزرعي. يتابع سجل نقطتين ويبحث عن المزيد، لكن القدوم الآخر من شعار آخر يقدم لنا هجة علي بن محمد بن سعيد هناك مع هذه الانطلاقة الجميلة هنا ومع الأداء الكبير مع انطلاقتي وتحركات هذا الشعار المميز الذي يقدم لنا انطلاقة هجام وتحركات في هذا المستوى الجميل. في انطلاقة هذا الشوط بدأت الأسماء تتحرك وبدأت الشعارات تتقدم وبدأت تسير هناك مع انطلاقة هذا الاندفاع الجميل، لكني بعود الى المركز المعهود، الى المركز الاول، الى الوسم الوسم الوسمية. يتقدم الوسمية يتحرك على المستوى الاول هنا في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات الجميلة. ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي يحرك لنا الوسمية ويقدمه منذ بداية هذا الشوط وهو على الصدارة، هو على المقدمة. لكن القدوم وصل النادر وتحرك النادر هنا بشعار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، يقدم لنا النادر ليتجاوز إلى مركز القيادة، إلى مركز الريادة، إلى المركز الذي يطمح له الجميع دائما، المركز الثالث. من وصل، من تحرك، من تقدم، من سار هنا معاند وصل هنا حمد بن عمران بن راشد بن حمود الكتبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع عابرا للمراكز يتحرك في هذه اللحظات على المركز الرابع. في هذه اللحظة يواصل ويقدم مبارك بن منيف مطر المنصوري. ياهو صراع، ياهو نزاع، ياهي قوة، ياهي شعارات تتقدم وتقدم نوعيات مميزة، نوعيات فاخرة. هجام يا هجام، بدأ يهاجم علي بن محمد بن سعيد الناصر يتواصل الناصري، وبن نصر ايضا قادم، والخميساني فتل على شنابه يقدم لنا شعاره ويقدم لنا اسم جديد ايضا من شعار جديد قادما بالقوة. هذا ما يخاف لمحمد بن علي بن راشد الظاهري. يتحرك ظهر الظاهري بظهور مشرف، بظهور كبير،
هنا مع الأسماء التي بدأت هنا تنطلق من أجل الفوز والحذر. وأيضا الوابل سعيد بن غصاب راعي الطير العامري، لكني بعود إلى الوسمي، إلى الوسمي يطير الوسمي على المركز الأول بشعار ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي، محافظا على هذا المركز، محافظا على هذا المركز بصدارة الشوط مع الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الإثارة، وكيلو المتعة، وكيلو الإبداع، وكيلو الإمتاع. الوسمي طار، الوسمي أقلع وأبدع على المركز الأول، يقدمه لنا ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي. لكن الأسماء التي بدأت تهز الميدان، وهز تهز الميدان النادر دكتور سعيد بن سالم الشيخ، وصل ايضا هنا الوابل غصاب او سعيد بن غصاب راعي الطير العامري وهجام القادم ايضا. وهناك الوصول من الحذر سهيل بن سالم بن حمرور العامري، يهو شوط، يهو شوط، يهو قوة، يهو إثارة، يهو إبداع. لكن الحذر، 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 والوابل، الوابل، الحذر، الوابل طار إلى المركز الأول، والحذر يحاول بشعار سهيل بن سالم بن حمرور العامري، والوابل، والوابل سعيد بن غصاب راعي الطير اللحظات الأخيرة طار. الحذر، الحذر، سهيل بن سالم بن حمرور العامري يؤكد الحضور، يؤكد الحضور. بن حمرور، بن حمرور في يوم إبداع يقدم لنا الشعار تهانينا والناموس لمالك الحذر سهيل بن سالم بن حمرور العامري. المركز الثاني وصل الوابل بشعار سعيد بن غصاب راعي الطير العامري. المركز الثالث حجام هنا علي بن محمد بن سعيد الناصري. المركز الرابع هنا معزز على المركز الرابع لأحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي. المركز الخامس كان مع المركز الخامس اللي وصل بأداء جميل، كان هناك المضيف لمانع بن علي بن حماد الشامسي. إذا متابعينا الكرام نعود أيضا بالتوقيت الزمني المرافق لهذا الأداء الجميل، 13 دقيقة 5 ثواني ثلاثة أجزاء من الثانية. كان هناك توقيت أيضا الحذر لسهيل بن سالم بن حمرور العامري من أبدع بهذا الشوط أول أشواط القعدان المحليات. المركز الثاني كان هناك الوابل لسعيد بن غصاب راعي الطير العامري، 13 دقيقة 5 ثواني وخمسة أجزاء من الثانية وتوقيت المركز الثاني. بينما وصل على المركز الثالث حجام لعلي بن محمد بن سعيد الناصري والتوقيت الزمني 13 دقيقة 6 ثواني وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.